بمناسبة هذا اليوم اللي هو احتفال باليوم العالمي للمرأة، اللي من خلاله احتفل السيد وكيل الملك وكذلك السيد رئيس المحكمة بالمرأة العاملة بقطاع العدل، سواء قاضية أو موظفة أو محامية أو مفوضة قضائية. لا يفوتني كذلك أن أوجه تحية لهن بمناسبة هذا اليوم، وأتمنى تحقيق إن شاء الله، متمنية لهن بتحقيق جميع النجاحات في مسارهن المهني. وكنقول بأن المرأة كانت وما زالت هي السند الراسخ للرجل وستظل كذلك، بحيث أن الدور ديالها ما بقاش مقتصر على الدور التاريخي اللي هو تربية الأبناء في البيت، بحيث أننا أصبحنا اليوم كنشوفوا المرأة الطبيبة، الأستاذة، المهندسة، القاضية، الموظفة وما إلى ذلك. وهذا الشيء راه ما جاش بمحض الصدفة، وإنما نتيجة واحد المجهودات اللي هي جبارة اللي خلات المرأة أنها توصل لهذه المرتبة. وكنجدد في الأخير وكنقول هنيئا لما وصلت إليه المرأة اليوم بتحقيق هذه النجاحات، هنيئا لهن وكل عام وهن بألف خير. والمنظر نائبة السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. السلام عليكم. ككل سنة في 8 من مارس تعمل المحكمة الابتدائية على تكريم وتشريف النساء العاملات بها. وقبل أن يكون للنساء يوم أممي فقد كرمها الإسلام، حيث أرسل الرسول خيرا بالنساء، وجاءت سورة بالقرآن مسمية بسورة النساء، لذلك فالنساء شقائق الرجال. في هذا اليوم تنشكر جميع زميلاتي، سواء الموظفات، القاضيات، المحاميات، الموثقات والمفوضات القضائيات، لأنه التكاتل ديالهن وعملهن الدؤوب نشكل لبنة في العمل القضائي وفي هذا المرفق القضائي. فمردودية المرفق القضائي وإنتاجه مخطوطة بحبر كتبناه النساء إلى جانب شقائقنا الرجال. كل عام وكل يوم في السنة والنساء العدليات بألف خير. خديجة حكيس، منتدبة قضائية، مساعدة اجتماعية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. خديجة ماء العنين، موظفة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، كاتبة الطب. الحقيقة يعجز اللسان عن شكر السادة المسؤولين القضائيين بهذه المحكمة، الأستاذ محمد العلام والأستاذ عبد اللطيف المرسلي على هذه البادرة الطيبة. هذه ليست أول مرة يقومون بتهنئة النساء في يومهم الأممي، فكنتمناو هذه السنة يدخل هذا العيد يتعاد على جميع نساء المغرب بصفة عامة ونساء العدل بصفة خاصة بالمحمدية وبجميع مناطق المغرب بالصحة والسلام، بمزيد التوفيق ومزيد من العمل من أجل هذا الوطن ومن أجل العدل والعدالة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدء التحية عطرة لكل نساء العالم عموما وللمرأة العدلية خصوصا. بمناسبة 8 مارس دأبت المحكمة الابتدائية المحمدية بالاحتفال بهذه المناسبة بمبادرة طيبة والتفاتة كريمة من كل السيد رئيس المحكمة محمد علام والسيد وكيل الملك أستاذ عبد اللطيف مرسلي. وما هذه الالتفاتة إلا تقديرا للمرأة واحتراما لها واعتراف بالمجهودات الجبارة والعطاء الجليل التي تقدمه كل النساء العاملات بهذه المحكمة. أولا نهنئ أنفسنا، أهنئ نفسي أولا، وأهنئ أختي القاضية وزميلتي كاتبة الضبط، المواظبة النقابية الإنسانية التي تعمل إلى جانب أخوها الرجل تحت إشراف السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك في جو أخوي يملأه الحب والمودة والتقدير والحوار الدائم والمشاركة في الأفراح والأحزان، وإشراكنا كذلك في كل الإنجازات والمحافل. وما هذا إلا دليل على أن كل من السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك هما مؤمنان بقضايا المرأة ومناصرتها. إذن لن أقول لهم إلا شكرا لكم على هذه الالتفاتة، شكرا لكم على هذا الاحتفاء، أدمكم الله في خدمة قضايا المرأة ومناصرتها، سواء كانت عاملة بهذا القطاع إلى جانبكم أو كانت ضحية عنف وظلم وتهميش وهشاشة.
شكرا مجددا لكم وتحية عطرة لكل النساء العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم بقولي فتيحة، منتدبة قضائية من درجة ممتازة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية النيابة العامة. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. كما جرت عليه العادة كل سنة وكل يوم 8 مارس من كل سنة يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهذا اليوم كان هناك احتفال وتخليد لهذا اليوم، حضرته كل السيدات القاضيات وكذلك السيدات الموظفات وغيرهن من مساعدات القضاء. وخلال هذا الحفل تم التنويه بالمجهودات التي تبذلها النساء العاملات في قطاع العدالة، وكذلك تمنينا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم. وانتهت الحفلة أو هذا الحفل بتوزيع بعض الورود تعبيرا عن الاحترام الذي نكنه للنساء. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة احتفلت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بهذا اليوم، وذلك بحضور قاضيات، موظفات، محاميات، مفوضات قضائيات وناسخات كذلك. كانت كلمات معبرة بالنسبة لكل متدخل على حدة، لأن كما تعلمون أن العمل في قطاع العدل بالنسبة للمرأة سواء قاضية أو كاتبة أو مفوضة قضائية أو محامية يتطلب الكثير من التركيز والتدقيق، وتستدعي منها طبيعة العمل اتخاذ قرارات حاسمة وفق القانون وداخل مدة زمنية معينة، والأمر الذي ليس سهلا. غير أن المرأة المغربية وخلال التجربة التي خاضتها منذ ولوجها قطاع العدل أبانت بحنكتها أنها قادرة على تحمل أعباء المهام والمسؤولية إلى جانب الرجل. وبهذه المناسبة وبمناسبة عيد المرأة أبارك باسمي وباسم جميع موظفي هذه المحكمة لجميع السيدات عبر التراب المغربي، وأقول لكل امرأة أن عيد 8 مارس هو عيد تكريم لنضالات نساء تحملن الصعاب في درب النضال ليبحن بآلامهن ومعاناتهن، وفي هذا العيد لنا شرف الاحتفال، فهنيئا لهن ولجميع السيدات الفاضلات، وعيدكن سعيد ودمتن فخرا ودام لكم المستقبل المشرق. السلام عليكم ورحمة الله.